هو ستيل شوت على ده كويس وبان. كل ما يقال في الصحف المحلية مجرد أكاذيب، كل ما يقال في هذه المحكمة عن أن نحن متورطين في هذه القضية مجرد أكاذيب ليس لها أي دليل صحي عقلي أو قانوني يقبله العقل السليم. بمعاقبة كل من أشرف أحمد الحجوج وكريستينا فينالوفا فاتيفا وداسيا أتوشيفا نينوفا وفالنتينا مانولوفا سيربولو وفاليا جورجيفا تشيرا فينيشكا وسنجانكا إيفانوفا ديمتروفا بالإعدام، وذلك عما نسب إليهم من جريمة التسبب في المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة وفي المنطقة التي كان فيها. القضاء هو كل شيء، القضاء هو السيد، قضاء ليبيا الأحرار يا أمري، كل ليبيا الأحرار، كل أبناء ليبيا الحرة، ليبيا المجاهدة، هذا يوم سعيد، هذا يوم سعيد، هذا يوم سعيد، كل الأمور الحمد لله، يحيى القضاء الليبي، يحيى العدل، ذلك فضل الله. And with my Libyan colleague, we are going to make an appeal in the Supreme Court, like in the first time. Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah! Wushahid Habiballah! La ilaha illallah! Wushahid Habiballah! La ilaha illallah! Wushahid Habiballah!